ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن فصيلة محددة من انواع الكلاب، وهي كلاب البولي او البولي بريدز. الانواع دي تتميز بجسمها العضلي وقوتها وشراستها وسرعتها وطاقتها العالية جدا، وكان الغرض الاساسي منهم هو الكاتش دوج او الكلب اللي بيهاجم الفريسة لحد ما تتعب وتنزف وتبقى سهلة انها تتذبح او تتمسك زي البقر او التيران مثلا. يلا بينا نبتدي. رقم 5، ستافوردشاير بول تيرير. كلب انجليزي متوسط الحجم، ويعتبر احسن السلوك في جميع انواع البولي. بيتميز بسلوكه الهادي وحبه للناس والحيوانات التانية. رقم 4، الامريكان ستافوردشاير تيرير. كلب امريكي بيشبه كتير النوع الانجليزي، ولكنهم مختلفين. الامريكان بيحبوا يكون حجمه اكبر شوية وشراسته عالية، ولكن ينفع ان يبقى كلب اسرة برضو مع التدريب الصح. رقم 3، البول تيرير. كلب انجليزي من اغرب انواع الكلاب اللي ممكن تشوفها من ناحية الشكل. كلب طاقته عالية جدا وبيحب اللعب كتير، ممكن يكون شرس مع الحيوانات التانية لو ما تدربش كويس. رقم 2، الامريكان بولي. كلب امريكي في منه 3 احجام، المايكرو او البوكيت، الستاندرد او المتوسط، والاكسترا لارج. ده بيكون اضخم حجم فيهم. الامريكان بولي في العموم هو اجدد نوع في جميع انواع البولي. بيتميز بهدوء طبعه في الغالب، وينفع يكون كلب حراسة او اسرة. رقم 1، الامريكان بيت بول تيرير. كلب امريكي واشهر انواع كلاب البولي على الاطلاق. كلب وفي جدا لصاحبه، سريع وقوي جسديا، شجاع ومش خواف، مش شرس ناحية الناس بطبيعته الا اذا تم تشريسه، ولكن ممكن يبقى شرس تجاه حيوانات اللي ما يعرفهاش لو مش متدرب كويس. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات اكتر عن كل نوع بالتفصيل تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.